حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. البداية من الشرق الأوسط، واشنطن تفرض عقوبات على الحرس الثوري والسفير الإيراني في بغداد. نطالع في العرب اللندنية، إحباط محاولة حزب الله العراقي سيطرة على مطار بغداد عبر عقد لتحديث مرافقه. نقرأ في صحيفة الزمان، تعزيز الحواجز حول ساحة التحرير، الاستعداد لإحياء احتجاجات تشرين. في القدس العربي، عاصمة اللاءات الثلاث تطبع مع الكيان الصهيوني، إدانة فلسطينية وجبهة رفض سودانية. الحريري يلخص أجواء استشارات تاليف الحكومة، والكتل النيابية تحدد مطالبها. اخترنا لكم من الخليج الإماراتية، توقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية أممية. وعنونت اندبندنت عربية، أوروبا تشدد ترسانة القيود وحصيلة قياسية لكورونا في الولايات المتحدة. نشر صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريراً ذكرت فيه أن العراق تحول إلى الجبهة الجديدة للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني. فقد نقلت الصحيفة في تقريرها عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مهربي النفط الإيراني يستخدمون المياه العراقية لتجنب القيود على التجارة مع إيران. الصحيفة قالت إن ناقلات النفط الإيرانية تفرغ حمولتها وبشكل منتظم في السفن التي تنتظرها على بعد أميال في المياه القريبة من ميناء الفاو العراقي، ويتم خلط النفط الخام بشحنات أخرى قادمة من مناطق أخرى لإخفاء مصدره وينتهي في سوق النفط العالمي. وبحسب تفاصيل للشحن تمت في آذار مارس اطلعت عليها الصحيفة، تم نقل 230 ألف برميل من شركة النفط الإيرانية إلى سفن كانت راسية في المياه العراقية، وتم مزج الشحنات الإيرانية بالنفط العراقي ونقله إلى ناقلات النفط الأخرى. وبحسب الصحيفة يتم بيع النفط العراقي بأسعار ممتازة مقارنة مع النفط الإيراني، ولا يعرف من هو صاحب السفينة أو الجهة التي أجرتها. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الصورة التي التقطتها الأقمار الصناعية تظهر أن هذه الممارسات شائعة وتقوم بالتحايل على سياسة الرئيس ترامب القائمة على ممارسة أقصى ضغط، وتهدف هذه الاستراتيجية لإجبار إيران على الجلوس معه والتفاوض على اتفاقية جديدة حسب شروطه. ويقول المسؤولون إن بعض النفط الإيراني يذهب إلى دول غير متحالفة مع أمريكا مثل الصين وسوريا، إلا أنه يمر عبر دول حليفة مثل الإمارات والعراق. وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في الخارجية الأمريكية تحدثوا عن إحباطهم من حكومة بغداد وغيرها من الحلفاء الذين لا يتصرفون بقسوة ويحدون من التجارة مع إيران. ذكر موقع ميدل إيستر البريطاني أن أوامر وقف الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق عبر الميليشيات الموالية لإيران جاءت مباشرة من المرشد الإيراني علي خامنئي. وأضاف الموقع أن التحول الكبير الذي طرأ على موقف الميليشيات وتوقيت إعلان هذه الهدنة الأحادية قد أثار تساؤلات كثيرة عن الهدف الحقيقي لهذا القرار وشروطه وحدوده الزمنية وهوية الطرف الضامن، والأهم من ذلك من الذي وضع هذا القرار. الموقع يقول إنه وفقاً لمسؤولين عراقيين فإنه تم تشجيع الفصائل المسلحة على مهاجمة أهداف أمريكية للضغط على ترامب وحلفائه في العراق ودفعه إلى اتخاذ إجراءات متهورة قد تؤدي إلى فشله في الانتخابات.
ولكن أحد الزعماء الشيعة المقرب من طهران قال إن هذه التقديرات تغيرت بعد أن تأكد الإيرانيون من خطورة التهديدات التي وجهها بومبيو عبر الرئيس العراقي برهم صالح لضرب المصالح الإيرانية وحلفاء إيران داخل العراق. وأورد ذلك السياسي الذي شارك في محادثات مع إيران أن الإيرانيين تلقوا نصيحة مهمة جدا من بريطانيا كان لها دور واضح في تغيير موقفهم، وقد تمثلت هذه النصيحة في تجنب استفزاز ترامب واتباع الخيار الذي يدعو للهدنة. وحسب المصدر سيتسبب أي عمل عسكري ينفذ داخل العراق في الوقت الحالي في انهيار الحكومة العراقية، كما أن إيران لن تكون قادرة على التعامل مع تداعيات هذا الاحتمال. وأشار الموقع إلى أن التغييرات الإيرانية المفاجئة تزامنت مع سلسلة من الاجتماعات المفتوحة والسرية التي أشرفت عليها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت مع قادة الفصائل التي تدعمها إيران، مما دفع المراقبين إلى ربط هذه اللقاءات بالهدنة المعلنة الأسبوع الماضي. ونقل الموقع عن قائد بارز في ميليشيا تدعمها إيران قوله إن خلاصة الأوامر التي صدرت من خامنئي كانت أنه يجب إبقاء السلطة في أيدي الشيعة بحسب تعبير الموقع، أي الحفاظ على رئيس الوزراء والحكومة الحالية، لذلك يجب وقف أي نشاط من شأنه أن يهدد الحكومة العراقية أو يضعها في تحت رحمة الأمريكيين. أعادت مجزرة ناحية الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق قبل أسبوع تقريبا، والتي راح ضحيتها 8 شباب على يد الميليشيات المنتشرة في المحافظة، أعادت الحديث من بعض السياسيين وربما بقوة عن الإقليم السني للخلاص من بطش الميليشيات. هنا تساءل جاسم أشمري في موقع عربي 21، إذا كان الساسة السنة يعيبون دعاة الوطن الواحد أو الوطنيين، فلماذا هذا الإصرار منهم على المشاركة في العملية السياسية؟ غالبية المشاركين في المشهد السياسي لماذا لم يطالبوا بإقليم سني على الرغم من استمرار وجودهم بالقرب من المطبخ السياسي الفاعل؟ ولم يسعوا لترتيب الصيغ القانونية والرسمية واللوجستية للتمهيد للإعلان عن الإقليم؟ هم لم يفعلوا ذلك لأنهم مقتنعون بعدم وجود أرضية مناسبة لتأسيس الإقليم، وكذلك هم في الغالب لا مكان لهم في سلطات الإقليم القادم لأن الكثير من الجماهير غير راضين عن أدائهم السياسي. وبهذا فهم يعرفون كيف تستمر مصالحهم الشخصية ومتأكدون من أنها مجرد مرحلة شاذة ستنتهي في يوم من الأيام، وحينها لا يكون لأكثرهم أي دور سياسي يذكر. والسؤال الأبرز هنا، هل سيسمح شركاء السنة من التحالف الوطني الشيعي بإعلان إقليم سني وتقديم حصة صافية لهم من الموازنة؟ وهل هناك قوة قادرة على حماية الإقليم السني ولها القدرة على بسط الأمن وإيقاف تهديدات الشركاء المحتملة؟ وما هو مصير سنة بغداد والجنوب وبقية المحافظات المشتركة؟ وكيف سترتب أوضاعهم الإدارية في تلك المدن المختلطة التي يقطنونها منذ مئات السنين؟ والسؤال الأهم، ما هي موارد أو واردات الإقليم؟ وهل هناك بنية اقتصادية وخدمية جاهزة للإقليم؟ ورأى الكاتب أن الوحدة العراقية القائمة على أساس الدولة القوية العادلة التي يعيش فيها جميع المواطنين بكرامة وسلام هي الأساس للخلاص من كل المشروعات التي تدعو إلى التقسيم، وإلا فالنفق المظلم الذي نحن فيه سيبقى من دون ضوء في نهايته، وهذا يعني مزيدا من الدماء والتهجير والقتل والترهيب. في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 23 نوفمبر المقبل، يبدو الرهان الإيراني على تغيير كبير في واشنطن قائما أكثر من أي وقت. خير الله فيرى في صحيفة العرب اللندنية أنه ليس هناك ما يوحي بوجود خيار آخر لدى إيران التي اكتشفت أخيرا مدى فعالية العقوبات الأمريكية، وخصوصا عندما تكون هناك إدارة تعرف تماما كيف تستخدم هذه العقوبات.
تبدو إيران بصدد تقديم أوراق اعتمادها إلى إدارة ديمقراطية لم تبصر النور بعد برئاسة جو بايدن، مستخدمة العصا والجزرة في الوقت ذاته. العصا في العراق واليمن والجزرة في لبنان، تقوم بعراضات في بغداد وترسل سفيرا إلى دولة الحوثيين في صنعاء، وتوفر ضوءا أخضر لحزب الله كي يسمح بمفاوضات لبنانية إسرائيلية في شأن الحدود البحرية. كانت لافتة في الأيام القليلة الماضية تلك الهجمة الإيرانية في العراق، كانت هجمة على كل الجبهات، استهدفت تأكيد أن القرار العراقي في طهران وليس في أي مكان آخر. لذلك استهدف الحشد الشعبي مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني. لم تكتفي إيران بإبداء رغبتها في إخراج الأكراد من بغداد سياسيا، بل أرسلت في الوقت ذاته رسالة واضحة أخرى إلى الكاظمي. فحوى الرسالة أن اتفاق سنجار الذي عقده مع الأكراد غير مقبول إيرانيا. أكثر من ذلك، جاءت المجزرة التي وقعت في محافظة صلاح الدين لتعطي فكرة عن تمدد الحشد في كل أنحاء العراق. ما يغيب عن إيران في كل حساباتها أن عالم ما بعد هبوط سعر برميل النفط ووباء كورونا تغير. ما لم يتغير هو موقف الكونغرس الأمريكي منها ومن العقوبات التي أقرت في عهد ترامب. وأكد الكاتب أن لا شك أن لعبة العصا والجزرة التي تمارسها إيران حاليا في غاية الذكاء والدهاء، مما يمكن أن يعطلها ويجعل منها غير ذات فائدة لكونها لعبة قديمة في عالم قد تغير. وترفض إيران الاعتراف بأن العراق نفسه قد تغير، بمن في ذلك شيعة العراق الذين تبدل موقف أكثريتهم منها ومن غطرستها. سيطر الترقب والقلق الشديد على اللبنانيين بعد إعلان تكليف سعد الحريري تكوين الحكومة بعد قرابة عام على تقديم استقالته، نزولا عند مطالب الجماهير التي تظهرت في الشوارع في 17 من شهر تشرين الأول من العام الماضي. رندا حيدر ذكرت في صحيفة العربي الجديد أن ما يمر به لبنان هو تفكك شامل لبنيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحيث يبدو من الصعب على أحد في داخل لبنان أو في خارجه وقف السير الحثيث لهذا البلد نحو نهايته المحتومة. تعمق خلال العام الماضي الشرخ بين الطبقة السياسية الحاكمة وكل طبقات المجتمع، فالسياسيون في لبنان على الرغم من كل المآسي والكوارث التي تحدق باللبنانيين لم يغيروا قيد أنملة من سلوكهم السياسي القائم على المهاترات وشحذ العصب الطائفي وتقاذف الاتهامات. في الأيام الماضية برز هذا السلوك جليا في الكلمة التي وجهها الرئيس ميشيل عون إلى اللبنانيين، والتي أشاعت جوا من التشاؤم واليأس بشأن إمكانية توصل العهد إلى التفاهم مع الحريري على تشكيل حكومة من اختصاصيين. كذلك برز هذا السلوك أيضا في الاستشارات نفسها التي أدت إلى تكليف الحريري جراء رفض كتلة التيار الوطني بسبب خلاف زعيم التيار جبران باسيل مع الحريري، وأيضا بسبب الخلافات وعدم الثقة بين زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع حليفه السابق سعد الحريري. اللبنانيون اليوم أمام المعادلة التالية: لا مجال لإنقاذهم من جحيم الانهيار من دون مساعدات دولية، ولا مساعدات دولية من دون إصلاحات جذرية، ولا إصلاحات من دون حكومة غير سياسية من الاختصاصيين. وهذه هي المهمة المستحيلة التي انتدب سعد الحريري نفسه لها، حاملا شعارين واضحين لحكومته المقبلة: وقف الانهيار وإعمار ما تدمر من مدينة بيروت. هذا وأكدت الكاتبة أن كل المؤشرات تدل على أن الأحزاب التي تقبض على زمام الحكم لن تقبل بالتنحي جانبا والإفساح في المجال لتكوين حكومة من خارجها، فهي لا يهمها تأخر المساعدات الدولية ولا يقلقها رعب المواطنين من أن يستفيقوا يوما ليجدوا أنفسهم خسروا كل مقومات العيش الكريم. كل ما يهمها هو الحفاظ على مكاسبها الحالية والمستقبلية وكسر الخصم وعدم التنازل لها. تناول صحيفة واشنطن بوست تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد الإسلام وتداعياتها الضارة والتي أسفرت عن تكثيف المشاعر المعادية للمسلمين في البلاد.
وذكرت الصحيفة في تقرير لمراسلها في باريس جيمس ماكولي أن ماكرون استغل حادثة قطع رأس المدرس الذي أظهر لطلابه رسوما كاريكاتورية مسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد للترويج لخطة العنصرية، وصلت وقاحتها إلى الدعوة إلى إصلاح ممارسة الإسلام في فرنسا بحجة وقف الانحرافات المتكررة عن قيم الجمهورية. الكاتب يقول إنه بالنسبة لماكرو فقد كانت هذه الهجمات الفردية فرصة للكشف عن خطة مثيرة للجدل هي إصلاح ممارسة الإسلام في فرنسا، إضافة إلى إجراءات من بينها تقييد الأموال التي تتلقاها الجاليات المسلمة في الخارج وإنشاء برنامج لتدريب الأئمة في فرنسا. كما اقترحت وزارة الداخلية الفرنسية حل أكثر من 50 جمعية إسلامية فرنسية، على الرغم من أن إحدى الجمعيات قائمة من أجل مكافحة الإسلاموفوبيا. ويضيف الكاتب أن الإسلام الذي يريده ماكرو هو إسلام يناسب الثوب الفرنسي، ووفقاً لمزاعم ماكرو فإن هذه الخطة تهدف إلى وقف الانحرافات المتكررة عن قيم الجمهورية التي غالباً ما تؤدي إلى خلق مجتمع مضاد. ويرى الكاتب أن هدف ماكرو الظاهر يبدو معقولاً بالنسبة للفرنسيين، وهو حمايتهم من مزيد من الهجمات ومحاربة النزعة الانفصالية الإسلامية، ولكن الطريقة المصممة لذلك تبدو غريبة، إذ تهدف الحكومة بكل وقاحة إلى التأثير على ممارسة الديانة الإسلامية التي يعتنقها أكثر من 2 مليار مسلم في العالم، بدلاً من وضع خطة لمعالجة قضية العنف الإرهابي. ويضيف الكاتب أن فرنسا تبدو هي الوحيدة في العالم التي تفكر بهذه الطريقة، بما في ذلك تغذية الانفصالية بدلاً من ممارسة مناهج مدروسة لمعالجة المشكلة. ويرى الكاتب أن المشكلة لا تكمن في رغبة ماكرون المفهومة في معالجة تهديد حقيقي، ولكن في معالجة قضايا الانعزال التي ساعدت الدولة الفرنسية نفسها عليها وبشكل متعمد، مضيفاً أن المجتمع المضاد له علاقة بفرنسا وليس مع الإسلام، مؤكداً أن الغضب الذي أثاره قتل المعلم لا يتيح مساحة كافية للتفكير. يحتفظ فنان عراقي بصندوق أدوات غير اعتيادي في مرسمه، فبدلاً من ألوان الكريليك أو الماء يستخدم القهوة المطحونة والقهوة الفورية السائلة في إبداع لوحات فنية لشخصيات من المشاهير والعراقيين. ويقول قاسم سليمان البالغ من العمر 22 عاما وهو من محافظة البصرة، يقول إنه يريد إبداع فن متميز لتصبح أعماله فريدة مختلفة عن أعمال غيره من الفنانين، وأضاف اخترت الرسم بالقهوة المطحونة والسائلة إنه خروج عن النمطية والمألوف. وأوضح الفنان الشاب أنه أبدع أكثر من 100 لوحة بالقهوة في السنوات الأربع الماضية، وفضلا عن شغفه بالفن وعشقه له منذ أن كان مراهقا أصبح الرسم بالقهوة يوفر له مصدر دخل وهو في أمس الحاجة له في ظل ندرة فرص العمل بالعراق حاليا. وأوضح الفنان العراقي سليمان الشاب أنه يبيع لوحته بسعر بين 10 و$15 بحسب حجم الجهد الذي يبذله لإنجاز لوحته. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.